بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلامنا دلوقتي عن المايكرو تيك. هنشرح حاجة سهلة قوي يا جماعة، ازاي اغير الخلفية بتاعت شاشة اللوجين بتاعتنا. الموضوع ده ناس ياما سألت عليه، قالت لك انا بحتاج اغير الشاشة بحيث تبقى تحتوي على اسم الشركة بتاعتي او المكان بتاعي، بحب اغير الالوان بتاعتي والكلام ده كله. طبعا في اكتر من طريقة انك تعمل الكلام ده. اسهل طريقة اللي احنا هنشرحها ان انا انزل التمبلت جاهزة تمام وابدا اعدل عليها. وفي طريقه تانية طبعا، انت لو انت بتحب تشتغل اتش تي ام ال او تعرف اتش تي ام ال، ممكن تخش تعدل بايدك، فده حسب ما انت بتحب. الطريقه اللي هنشرحها دلوقتي طريقه سهله قوي 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 وفري، ما فيهاش فلوس. اللي انا هعمله دلوقتي يا جماعه بمنتهى البساطه، هفتح جوجل وادور على مايكرو تيك سيمز، هتلاقي هكتب، مجرد ان انا اكتب مايكرو تيك سيمز هيظهر عندي اول اختيار هو، ما تقلقوش من كده. عايز تعرف اللينك بتاعه وتشتغل عليه ما فيش مشكله، اهو فري تمبلت لوجن تو مايكرو تيك هوت سبوت. هيبدا يطلع لي الشاشه. شايفين يا جماعه الشاشه دي؟ مجموعه اختيارات كتيره، مجموعه تمبلت كتيره موجوده عندي. ببدا اتفرج واختار الشكل اللي انا عايزه. هتلاقي العمليه معانا سهله قوي، ما فيهاش اي مشكله. بتبدا تتحرك ما من شكل للتاني، الشكل اللي يعجبك هتقول له ايه داونلود. انا في اول مثال هبدا اشرح ازاي انزله من غير ما اعدل فيه واخليه هو الديفولت بتاعي. طبعا اللغة مش انجليزي، انت مجرد انك تخش تحت تقول سيلكت لانجوج تختار اللغة، هتلاقي مجموعة اللغات من ضمنها العربي على فكرة يا جماعة تمام، بس انا هختار انجليزي. وايه والانجليزي اللي انا هختاره ده ينفع اطبق عليه جوه ان انا اكتب عربي برضو عادي، مفيش مشكلة. وناخد شكل فان كده لمجرد الشرح بس. ادي الشكل بتاعي اهو بيفرجني عليه الشكل بتاعه. هخش بمنتهى البساطة اقول له ايه داونلود لي. طبعا هينزل لي ملف مضغوط جواه فولدر اسمه هوت سبوت، هو ده اللي ايه اللي انا هشتغل عليه. طبعا هحطه بايه يا جماعه؟ هحطه عن طريق الوين بوكس بتاعي. طبعا عقبال ما هو بيحمل يا جماعه، هو مطلع لي الشاشه بتاعته مجموعه فيديوهات بيشرح لك ازاي انت تعمل الكلام ده لو انت حابب تتفرج عليه يعني. خلاص هو خلص الداونلود بتاعه، يبقى بمنتهى البساطة أنا هعمل إيه؟ هفك الضغط بتاعه وبعدها أفتح الوين بوكس أبدأ أشتغل عليه. أدي الفولدر بتاعي الهوت سبوت اللي أنا هشتغل عليه. أروح أتنقل بقى أفتح الوين بوكس بتاعي، هلاقي جواه حاجة اسمها فايلز، هلاقي جواه فولدر أهو يا جماعة اسمه هوت سبوت. وبمنتهى البساطة ده اللي جواه الديفولت بتاعي، همسحه ديليت واروح رايح ساحب الفولدر اللي انا نزلته ده احطه جوه الفايلز، مش اكتر من كده. هجيب الفولدر اهو واشده احطه جوه الفايلز واروح اجرب عند جهاز الموظف بقى او الجهاز التاني اللي هيطبق عليه يعني، اتاكد ان هو اشتغل. هو هدخل على الجهاز من عندي حتى ريموت اهو بالاني ديسك، او انت تروح تقعد عليه مش مشكله، ما فيش مشكله حسب ما انت عايز. هذه الشاشة بتحمل ايه بتاعت اللوجين بتاعتنا. هتلاقي ايه الشكل اللي ظهر؟ اللي ظهر الشكل بتاعك اللي احنا ايه اخترناه. بس بمنتهى البساطة ما عدلناش اي حاجة، حتى الصورة موجودة زي ما هي. الخطوة اللي بعدها ان انا هخش ابدأ اعدل فيه شوية. اول طريقة للتعديل يا جماعة ان انا بعد ما انزله اعدل فيه، ان انا هخش على الفولدر بتاعي، هنلاقي مثلا الملف بتاع الصورة اسمه لوجو اهو. بمنتهى البساطة هتغير الصورة اللي موجودة دي، هي أنا بفتحها بأكد لكم عليها، هي دي الصورة الموجودة. هخش أجيب أي صورة من عندي وأحطها كوبي وبيست، أعملها ريبليس فيه. وطبعا لو ما عندكش الصورة بي إن جي بتخش تفتحها ببرنامج الإيديت البنت عادي، عدل فيها وسيفها بي إن جي زي ما إحنا شايفين كده. سيف إيز. اهم حاجه اختار نوعها بي ان جي وخلاص. على كده كده الصوره ايه اللوجو بتاعتي اهي، وهسيفها فين يا جماعه؟ هسيفها في المكان اللي فيه الفولدر بتاعي. تمام، وما انساش انا كده ايه سيفتها في الفولدر ده، ناقص احطها فين؟ ناقص احطها في الفايلز معايا، هستبدلها بالملف الموجود في الفايلز. Thank you.
انا مختار الصوره زي ما انتم شايفين بتاعت موسلي اكاديمي، اللوجو بتاعي. هنروح بقى لجهاز الموظف برضو اتاكد ان العمليه، انا متاكد انها سمعت، بس عشان اتاكد هروح ايه الجهاز عنده واتاكد انها ايه اشتغلت. وما انساش يا جماعه ان انا امسح الهيستوري بتاع الكوكيز بتاعته عشان ما يبقاش الصوره مكيشه عندي. اللي ما يعرفش منين، من سيتنج ومن برايفسي تمام، اقول له كليك براوزنج وما انساش اختار الصح على مين، على كاشد ايمج اند فايلز، واخش بقى كده افتح هلاقي اللوجو بتاعي ظهر معايا مفيش اي مشكله. يبقى دي كده الطريقه ان انا نزلت الديفولت مجرد ان انا غيرت الصوره او غيرت اي حاجه ايه بعد ما نزلتها. الطريقه الثانيه بقى يا جماعه ان انا اصلا اعمل كاستمايزيشن من وانا بنزل التمبلت. يعني بص لما اختار النموذج بتاعي التمبلت بتاعتي هادي مثلا دي اللي انا هعدل فيها، شايفين السهم ده كده يا جماعه اهو، هبدا اخش اعدل عليه. طلع لي على اليمين مجموعه الاختيارات، الالوان شايفين يا جماعه اهو، كلمه يوزر، كلمه مكتوب كلمه يوزر، كان بنروح نغير احنا الكلام ده لو احنا عايزين. الالوان بتاعته انا عايز الوان شكلها ازاي، الديزاين بتاعها عامل ازاي، شغل بقى عادي بقى، شغل ويزر مش ويزر، انترفيس سهل قوي، ابدا العب فيه زي ما انت عايز. شايفين يا جماعه انا بلعب، وانت تقدر تعمل كده تغير حسب ما انت عايز. طبعا انا بختار اي شكل يا جماعه، يعني انت بتختار حاجه عجباك، انا بختار هنا كده اي حاجه بوريكم بس ان الدنيا شغاله ازاي. اللوجو بتاعك ممكن احط من هنا اللوجو بقى، ارفعه على طول من هنا قبل ما نشتغل، بحيث لما اسيف الفولدر انا اعمله داونلود يبقى جاهز على ايه، على الشغل بتاعي بيتكامل. كلمه يوزر عايز اغيرها، ده اللي كنت قايل لكم عليه ان انا مختار التمبلت انجليزي لكن ممكن اكتب جواه عربي. بدل ما تزر كلمه يوزر هنقول له مثلا اكتب الاسم مثلا، او ادخل اسم المستخدم حسب ما انا عايز. الباسورد، طب الباسورد انا هعمل باسورد هخليها ادخل كلمه الباسورد، ولا انا اصلا شغال ان يوزر من غير باسورد فهخفي الباسورد خالص حسب ما انا عايز. طب لون الكلام ايه، طب حجمه قد ايه حسب ما انا عايز، اهي هيدن للباسورد يبقى هيكتب اسم المستخدم بس، يبقى انا مظبط المايكرو تيك اصلا عندي ان هو مفيش باسورد بيكتب اسم المستخدم بس. طبعا الالوان بتاعت الزرار، شكل الزرار، الدنيا بتاعتنا ايه بتاعت الكوماند بوتون بتاعتنا زي ما انا عايز. طب انا عايز كلام تحت يتكتب، كلام فوق يتكتب حسب ما انا عايز. بص انا بغير دلوقتي بلعب في الشكل بتاع الكوماند بوتون بتاعي، يعني تعمل اللي انت عايزه زي ما بوريكوا انا ايه، انا بجرب هنا بس ايه معاكم. التايتل فوق مثلا مكتوب كلمة ويلكم، ممكن اغيرها زي ما انا عايز، انجليزي عربي زي ما انا عايز خالص. زي ما عملت في التايتل ممكن اغير فين يا جماعة، في البوتوم تحت بتاعي تحت الصفحة اغير فيها اللي انا عايزه. طبعا حجم الصوره، شكل الدايره بتاعتها ايه حسب ما انا عايز، العب زي ما انت عايز، ظبط اللي انت عايزه كله. بمنتهى البساطه يا جماعه بعد ما اخلص خالص هبدا اعمل ايه، انزل الهوت سبوت فولدر بتاعي بس، وبنفس الطريقه افكه واحطه بالوين بوكس. شكرا.